بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مجالسه الحديثية لقراءة كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا المجلس 28 من هذه المجالس الطيبة، ومعنا كوكبة من أهل الحديث في مصر والعالم الإسلامي، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي اللبان، أستاذ الحديث وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. نبدأ المجلس بإذن الله تعالى من كتاب المكاتب من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبإسنادنا إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يحيى بن وضاح: حدثني مالك عن نافع. كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك: وهو رأيي. قال: فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة، وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس، ثم اقض ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ويتلو هاتين الآيتين: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس، وليس بواجب عليهم. قال: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى في كتابه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك: فهذا أحسن ما سمعت من أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كاتب غلاما له على 35,000 درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته 5,000 درهم. قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله، ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في المكاتب: يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته، فإنه لا يتبعه ذلك الولد، لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده،
فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله. قال مالك: في رجل ورث مكاتبا من امرأته وهو وابنها، إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة، ليس للزوج من ميراثه شيء. قال مالك: في المكاتب يكاتب عبده. قال: ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. قال مالك: في رجل وطئ مكاتبة له، إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن، إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه، فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا في عبد قوم عليه قيمة العدل. قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما، وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى. قال مالك: في مكاتب بين رجلين، فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته. قال مالك: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء. فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه، ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. باب الحمالة في الكتابة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، فإن قال أحدهم: قد عجزت، وألقى بيديه، فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا، أو يرق برقهم إن رقوا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك إنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا، لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له،
ولا المكاتب عتق، فيكون في ثمن حرمة ثبتت له. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عابدا مملوكا له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها، إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب عليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. وإن عجز المكاتب عليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، لا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها. فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم، أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده، ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان حميلا عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله. وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه، لأن المكاتب لم يعتق حتى مات. باب القطاعة في الكتابة. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبات المكاتب كان ذلك له. وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب. وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب، قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب. قال مالك: فهو بينهما، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون العابد بينهما نصفين فذلك له. وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه. وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون الميراث بينهما فذلك له. وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل، فالميراث بينهما بقدر ملكهما، لأنه إنما أخذ حقه. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه، ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه، ثم يعجز المكاتب. قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به،
كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب. قال مالك: وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا، ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، وذلك الربع من جميع العبد، ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به، ويكون العبد بينكما شطرين. وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا، وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد، وكان للذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه. قال مالك: في المكاتب يقاطع سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس. قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدأوا عليه. قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له، لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز له. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، أنه ليس بذلك بأس، وإنما كره ذلك من كرهه، لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل، فيضع عنه وينقذه، وليس هذا مثل الدين، إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالاً في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود، وتثبت له حرمة العتاقة، ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهباً بذهب، وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا ديناراً وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، فقال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر، فليس هذا ديناً ثابتاً، ولو كان ديناً ثابتاً لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات وأفلس فدخل معهم في مال مكاتبه. باب جراح المكاتب. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحاً يقع فيه العقل عليه، يعني الدية، أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته، فإن لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبداً مملوكاً، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده. قال مالك: في القوم يكاتبون جميعاً فيجرح أحدهم جرحاً فيه عقل. قال مالك: من جرح منهم جرحاً فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة: أدوا جميعاً عقل ذلك الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا، ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيداً له جميعاً، وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيداً له جميعاً بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل
أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة، ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته، فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه. قال مالك: وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على 3000 درهم، وكان دية جرحه الذي أخذ سيده 1000 درهم، فإذا أدى المكاتب إلى سيده 2000 درهم فهو حر، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم وكان الذي أخذ من دية جرحه 1000 درهم فقد اعتق، وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته واعتق، وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب. ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه، فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو مغضوب الجسد، وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه، ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه. ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده، ويحسب ذلك له في آخر كتابته. باب بيع المكاتب. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه إذا أخره كان دينا بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها، يعجل ذلك ولا يؤخره. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا، وذلك أنه أن اشتراءه نفسه عتاقة، وأن العتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا. وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثاه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ما له محجوز عنه، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابه، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه. قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب. النجم يعني زي البيع بالتقسيط، يعني يكون الثمن مقسط يعني، وذلك أنه غرر، إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا، وإنما الذي اشترى نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب. وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه، فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. قال مالك:
لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض، أو غير مخالف معجل أو مؤخر. قال مالك: في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم، يؤدى عنهم ويعتقون، لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته. فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء. قال: باب سعي المكاتب. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقال: بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء. قال مالك: وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا، وكانوا رقيقا لسيد أبيهم، إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي، فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي، فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا. قال مالك: في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء للكتابة، ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم قال: إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك، قوية على السعي، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم، فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا، فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم، لأن بعضهم حملاء عن بعض. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، فليتفضل مشكورا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فإكمالا لما بدأه أستاذنا الأستاذ الدكتور صبحي، نقول: قال الراوي: باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله. قال: حدثني مالك أنه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة ابن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه
أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته، فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ذلك له، فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأبى، فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال، وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت، فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال. قال الإمام مالك: فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه، وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر، لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق، ولا تتم حرمته، ولا تجوز شهادته، ولا يجب ميراثه، ولا أشبه هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته. المحل هو بلوغ الأجل، الحلول، حلول الموعد. قال الإمام مالك: في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له، قال مالك: ذلك جائز له، لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول فر مني بمال، فر مني بماله، وأن يأبى ذلك عليه بأن يقول فر مني بماله. باب ميراث المكاتب إذا عتق. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا، فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابه الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. قال الإمام مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة. قال: وهذا أيضا في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق، ويصير موروثا بالولاء. قال الإمام مالك: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم، أو ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم. نعم، في سقط أو ولدوا في كتابته فإن الإخوة يتوارث، ليست موجودة، فإن الإخوة يتوارثون، فإن كان لأحد منهم ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته. باب الشرط في المكاتب. قال: حدثني مالك
في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية إن كل شيء من ذلك سمى باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها قال إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه. قال الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة 10 سنين فإذا هلك سيده الذي اعتقه قبل 10 سنين فإنما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة. قال الإمام مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني فمحو كتابتك بيدي. قال الإمام مالك ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع سيده ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك أو لم يشترط وذلك أن الرجل يكاتب عبده 100 دينار وله 1000 دينار أو أكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك وإن شاء منعه. باب ولاء المكاتب إذا أعتق. قال الإمام مالك إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب. قال الإمام مالك وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه فإن ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه مكاتبه الذي كان عتق قبله وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي أو عجز عن كتابته وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق. قال الإمام مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه
ويشح الآخر ثم يموت المكاتب ويترك مالا. قال الإمام مالك: يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه، ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا، لأن الذي صنعه ليس بعتاقة وإنما ترك ما كان له عليه. قال الإمام مالك: ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء، ثم اعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. قال الإمام مالك: ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب، ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العد، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. قال: ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب، وإن أعتقنا نصيبهن شيء، إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال. باب ما لا يجوز من عتق المكاتب. قال الإمام مالك: إذا كان القوم جميعاً في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة، أي مشاورة أصحاب ورضا منهم وإن كانوا صغارا، فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم. قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه، فيكون ذلك عاجزا لمن بقي منهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا أشد الضرر. قال الإمام مالك: في العبيد يكاتبون جميعا، إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا، وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم، فذلك جائز له. باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. قال الإمام مالك: في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك وفاء بما عليه، إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا، فيعتقون بأداء ما بقي، فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. قال الإمام مالك: في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله
ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال الإمام مالك: ينفذ ذلك عليه، وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. باب الوصية في المكاتب. قال الإمام مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك، أي يقوم على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرح، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث المال إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها. قال الإمام مالك: وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب 1000 درهم ولم يبقى من كتابته إلا 100 درهم فأوصى سيده له 100 درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها. قال الإمام مالك: في رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا، فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك. قال الإمام مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد 1000 دينار فيكاتبه سيده على 200 دينار عند موته، فيكون ثلث مال سيده 1000 دينار فذلك جائز له، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه. فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدأ بالمكاتب، لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ على الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، ويخير ورثة الموصي، فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم، وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم، لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له، قال: فإن ورثته يخيرون، فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله. قال: فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتاب، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه،
فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء، وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا، وإن أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته. قال الإمام مالك: في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم، فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. قال الإمام مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة 100 درهم وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتاب، فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه. ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1,000 درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب. قال الإمام مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1,000 درهم من 10,000 ولم يسمي أنها من أول كتابته أو من آخرها، وضع عنه من كل نجم عشره. قال الإمام مالك: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت 1,000 درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على 3,000 درهم، قوم المكاتب قيمة النقد، ثم قسمت تلك القيمة، فجعل لتلك 1,000 التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم 1,000 التي تلي 1,000 الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم 1,000 التي تليها بقدر فضلها أيضا، حتى يؤتي على آخرها تفضل كل 1,000 بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك 1,000 من القيمة على تفاضل ذلك، وإن قل أو كثر فهو على هذا الحساب. قال الإمام مالك: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه، فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه، قال الإمام مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتاب، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق. قال الإمام مالك: في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، وإن كان على المكاتب 5,000 درهم وكانت قيمته 2,000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1,000 درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. قال الإمام مالك: في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر، وكاتب فلانا، تبدأ العتاقة على الكتابة. ويكمل القراءة دكتور أحمد رزق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فاستكمالا لما بدأه
مشايخنا وأساتذتنا، وبإسناد مشايخنا وبإسنادنا إلى الإمام مالك في الموطأ كتاب المدبر، باب القضاء في المدبر. قال: حدثني مالك أنه قال: الأمر عندنا في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. وقال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحد منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه. قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني أو أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها، ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر. قال مالك: في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه ولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعطى، يسلم إليه إذا أعطي. باب جامع ما في التدبير. قال مالك: في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق وأعطيك 50 منها منجمة علي، فقال سيده: نعم، أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق، وصارت 50 دينارا دينارا دينا عليه، وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك: في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وطرق ماله في يده. باب الوصية في التدبير. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض، أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك: وكل ولد ولدته أمه أو أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها
يغير وصيته إن شاء ويرضها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت أو بقيت عندي، إن بقيت عندي، إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك: فإذا أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخافة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث، ولم يبدأ أحدهم منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. قال مالك: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده. قال مالك: في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. قال مالك: في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك، قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. باب مس الرجل وليدته إذا دبرها. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دبر جاريتين له، فكان يطأهما وهما مدبرتان. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها. باب بيع المدبر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد،
سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. وقال مالك: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. باب جراح المدبر. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم أو أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره، فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضي من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها 50 دينارا، وكان على سيد العبد من الدين 50 دينارا. قال مالك: فإنه يبدأ بال50 دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى، وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل أدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين. وقال مالك: في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده عليه دين ولم يطرق مالا غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به،
ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. وقال مالك في المدبر: إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. باب ما جاء في جراح أم الولد. قال مالك في أم الولد: تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. كتاب الحدود. باب ما جاء في الرجم. قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: يعني يحني يكب أو يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: إن الآخر زنى. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقال: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم ابن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق.
قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. قال: حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعي. فلما أرضعته جاءته، فقال: اذهبي فاستودعي. قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فقال: تكلم. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأخبروني إنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمية أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف الأجير. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي 4 شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. لا تؤخذ بقولهم، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. فثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم قوم قومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء، فقال: اللهم كبرت سني وضعفت
وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر ابن الخطاب في كتاب الله تعالى، لكتبتها الشيخ والشيخة فرجهمهما البتة، فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال يحيى: سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فرجمهما البتة. قال: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأطي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأطي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا، فأطي بصوت قد ركب به ولانا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه الكاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال: حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قال مالك: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه يقيم عليه الحد. قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبإسناد أستاذنا إلى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الموطأ قال: باب جامع ما جاء في حد الزنا. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. باب ما جاء في المغتصبة. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال: فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك رحمه الله: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض. قال: فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء رضي الله عنهم هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. قال: حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان. قال زريق: فاستعداني علي، فلما أردت أن أجلده قال ابنه: والله لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك رحمه الله: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. قال: حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. قال مالك رحمه الله: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. باب ما لا حد فيه. قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شر أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت فيعطى، وتقوم عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له، وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله: في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. قال مالك رحمه الله: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية، حملت أو لم تحمل. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها، فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عن ذلك فقال: وهبتها لي؟ فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. باب ما يجب فيه القطع. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. في مجن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم، فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت: فأخذ الغلام البر
ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين، فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها، واتهمتا العبد. فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة رضي الله عنها: القطع في ربع دينار فصاعدا. وقال مالك رحمه الله: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت 3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سرق وهو آبق، فأرسل به إلى عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. قال: وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره. قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك، وهو الوالي يومئذ. قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك رحمه الله: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. باب جامع القطع. قال: حدثني يحيى عن مالك
قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلم فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدي عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا قال وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده قال مالك رحمه الله فإن قال قائل كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه فإنما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد قال وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره وذلك أنه إنما شربه ليسكره فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها قال مالك رحمه الله في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك 3 دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا قال وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فلا قطع عليه قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القاطع حتى يخرج به من الدار كلها وذلك أن الدار كلها هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع قال مالك رحمه الله
والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القط فلا قطف عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطف عليها. وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليس بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك رحمه الله وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القط أنها تقطع يدها. قال مالك رحمه الله وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القط، وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع. قال وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك رحمه الله والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القط فعليه فيه القط. قال مالك رحمه الله وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، أحسنت، خلصت بدري يا شيخ محمد. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر مع المجلس 29 بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.